إفريقيا وفرنسا من الاستعباد إلى النفوذ. قد نبهنا ونبه شخصيا الرئيس الفرنسي لخطورة هذه السياسة. أنا شايفه في المشي، عنده استراتيجية، لابد تكون عنده منطقة نفوذ، ومنطقة نفوذ هذه ما تقدر تكون إلا في البلدان الإفريقية الناطقة بالفرنسية، ما تقدرش تكون في أمريكا اللاتينية، ما تقدرش تكون في آسيا ولا حتى في أوروبا. ومنطقة النفوذ هذه تمتد من المغرب إلى موريتانيا إلى السنغال إلى جهات أخرى من أفريقيا. ربطت منذ وقت طويل علاقات مع الكثير منكم، وأنتم تعرفون أنني أحب وأحترم إفريقيا. فرنسا وإفريقيا معادلة دولة مع قارة، معادلة فيها من الخلل ما فيها لتصبح القارة ملك الدولة، مع سجل حافل بالجرائم والقتل والنهب والاستعمار. فعقب المضي في سياستها الاستعمارية عام 1524، أسست فرنسا حكمها الاستعماري في 20 دولة بين شمالي وغربي إفريقيا، وعلى مدار قرابة 3 قرون خضعت 35% من مناطق القارة السمراء للسيطرة الفرنسية الاستعمارية. نهبت خيراتها وقتلت رجالها وسرقت أراضيها، سنت قوانين عقابية وأطلقت عليها مسمى القوانين الخاصة التي تتيح لها ارتكاب جرائمها تحت غطاء قانوني، وأجازت مبدأ القتل لكل مقاوم. تنوعت الجرائم التي كانت تحت غطاء هذه القوانين بين القتل والإعدامات والتصفيات والاعتقالات والملاحقة واغتصاب النساء وقتلهن والاعتداء على الممتلكات ومصادرتها. ولم تكتفي بهذا فقط، بل راحت تتاجر بالبشر فيها، واتخذت منهم عبيدا في دول مثل السنغال وساحل العاج وبنين لسنوات طويلة. فكانت هذه الدول مركزا لتجارة العبيد، أين وصل عدد الأفارقة إلى 5,300,000 ممن اتخذتهم فرنسا سلعا وعبيدا للأعمال الشاقة. كان يتم اقتيادهم إلى بقية المستعمرات الفرنسية في الأمريكيتين بواسطة بواخر مؤلفة من طابقين، العلوي منها للتجار والسفلي للعبيد. قام سكان نونط منذ منتصف القرن 17 إلى منتصف القرن 19 بإرسال 1800 سفينة إلى سواحل إفريقيا ليحملوا على متنها أسرى يتم استبدالهم بالبضائع في المستعمرات الأوروبية. العبودية تحولت إلى استعمار، ثم هناك مرحلة ما بعد الاستعمار وما خلفه ذلك. نعم، بين تاريخ العبودية حيث تم استعباد الملايين، هنالك تاريخ بالمقابل بطولي، تاريخ كل من كسر سلاسل العبودية. الإمبراطورية الفرنسية وتحت مسمى نقل الحضارة إلى العالم خولت لنفسها امتلاك 8% من مساحة العالم وفي كل قارة في الأرض. ومن النهب والاستعمار والظلم إلى الاستعباد، مضت فرنسا في خطة جديدة، وهي تجنيد الأفارقة وإجبارهم على المشاركة في الحروب التي خاضتها فرنسا، سواء في الحرب العالمية الأولى أو الثانية. فرنسا كانت تدفع بهم دائماً إلى الخطوط الأمامية من الجبهات، ولك أن تتخيل أن 71,000 جندي إفريقي لقوا مصرعهم دفاعاً عن فرنسا ضد ألمانيا، ومعظمهم من غرب إفريقيا وشمال إفريقيا. وما هذا إلا غيظ من فيض من جرائم وانتهاك لحقوق الإنسان ونهب واستعمار يندى له الجبين فعلته فرنسا في إفريقيا. التحقت بالجيش في 6 آذار مارس عام 53. كنت في الفوج الأول للرماة السنغاليين. لم أذهب طواعية إلى الجيش، كنا مستعمرة فرنسية، وكل من هم في سن 19 أو 20 ولائقون للخدمة يسحبون تلقائيا إلى الجيش. مع مر السنوات نتأكد أن الجنود الأفارقة لهم الحق بالاعتراف،
فرنسا لديها جزء من إفريقيا. تعويض، ونريد العودة إلى الوطن. لنبقى بجانب أبنائنا وزوجاتنا. على فرنسا أن تفهم أننا خضنا كل الحروب. عليهم مساعدتنا لأننا خضنا كل الحروب معهم.